هل يستطيع الجن أن يجامع الإنس؟ وهل يستطيع الجن أن يعاشر الإنس؟ وهل هذا الجماع ينتج عنه الحمل والإنجاب؟ سنتعرف سويا عن كل هذه الأمور والعلامات التي تدل على ذلك. لكن قبل هذا لا تنسى الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا والاشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. الجن موصوف بأنه جسم دقيق رقيق لطيف، والنكاح بين الجن والإنس يتم بطريقة الإثارة والتهيج من الجن إلى الإنس في موضع الإثارة العظمى بفرج الإنسي كيفما كان ذكرا أو أنثى. ولكن اطمئني، لأن هذا النكاح لا يترتب عليه ولا ينجم عنه حمل، لأنه يعتبر إثارة وتهيج في موضع العفة للفتاة الإنسية حتى تفرز وتقذف ماءها، ولا ماء الجن الذي أثارها وهيجها حتى أمنت. وهذا العمل شبيه بالاستماع، وهو المشهور بالعادة السرية. وكذلك إذا اقتربت الجنية الأنثى برجل من الإنس، فإن النكاح بينهما في صورة إثارة واحتكاك في موضع الإثارة مناما، فيستيقظ الرجل بعد أن يكون قد أمن، وهو مثل الاحتلام. لكن إذا تجسم وتجسد الجني أي تحول إلى جسم مادي، فإنه يصير مثل الإنسان تماما، لأنه تحكمه الصورة. وفي هذه الحالة يصير الجن ذكرا كان أو أنثى مثل الإنسان تماما، ويحدث بينه وبين الإنسان التناكح والتلاقح والتناسل. في هذه الحالة يأخذ الجن صفات وخصائص الإنسان الكاملة. ومناكحة الجن للإنسان تأتي على أربعة أشكال. أولا الاحتلام، وهذا لا يكون إلا في المنام، وهو المعلوم بواجب الغسل بعد الإنزال. ثانيا الاستمتاع المنامي، يستمتع الجن بالإنس في المنام بغير أن يشعر الإنسان، ولا يكون معه إنزال بكيفية يعلمها الله. لذا احذر من النوم على بطنك، لأن هذه الوضعية تعتبر الوضعية الجنسية المفضلة للجن. ثالثا المعاشرة الخفية، وهي أن يشعر الإنسان بمن يجامعه وهو في كامل وعيه ولا يستطيع رده. رابعا التشكيل، يتشكل الجن على صورة الإنسان، وتكون المعاشرة طبيعية كما يحصل بين الإنس. وهذا التناكح يكون على صورة طبيعية، وقد يحصل فيه حمل وإنجاب، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا استفدت من الفيديو لا تنسى الإعجاب به ومشاركته مع الأصدقاء. شكرا للمتابعة.